إذا للوقوف عند نفوذ الميليشيات الموالية لإيران في نينوى وانتهاكاتها بهدم بيوت الأهالي، ينضم إلينا عبر الهاتف من واسط الكاتب والباحث السياسي العراقي جبار الياسري. أستاذ جبار، مرحبا بكم. كما تعلم يعني لا تزال المدن المنكوبة تتضاعف معاناة أهلها طبعا في ظل استمرار انتهاكات الميليشيات، ولكن السؤال المطروح يعني أين الحكومة التي لا تفوت مناسبة إلا وتتحدث عن عودة النازحين وإعادة إعمار تلك المدن؟ تفضل أستاذ ياسر. أستاذ جبار، تحياتي لك في الفضل وتحياتي للسادة المشاهدين. حقيقة الموصل بالذات تعتبر محافظة منكوبة بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى، ليس منذ عام 2014، منذ أن تم جلب داعش لهذه المدينة بتدميرها، وإنما منذ بداية الاحتلال وحتى يومنا هذه، هذه المدينة بالذات التي تعتبر جمجمة العراق، وأنا مسؤول عن كلامي إذا كان العراق هو جمجمة العرب لا. فالموصل هي جمجمة العراق، لأنه الموصل لها خصوصية كبيرة وفي نفوس أعداء الله وأعداء العراق، وخاصة الحرب العراقية الإيرانية وما ابتلاها، والعدو الإيراني يعلم علم اليقين أن خير الضباط الجيش العراقي الذين مرعوا أنوف الفرس وانتصروا عليه في حرب 8 سنوات هم من مدينة الموصل بحجبار التي أذاقتهم الويل. ولهذا الموصل هي في عين العاصفة، ويجب تدميرها وتغيير التركيبة الديمقراطية فيها لأسباب حقيقة يطول شرحها. والاستهداف الآن الحاصل يعني بعد هذه السنوات من الدمار والحرق والخراب منذ عام 2014 وإلى يومنا هذا، يعني هي شغله متعمده، والحكومه ليس يعني هنالك يعني واحد حقيقه يعني من سخريات القدر انه ممكن ان نقول ان هنالك حكومه في هذا البلد. بلد منكوب، ويعني الموصل وغير الموصل والعديد من المحافظات الوسطى والجنوبيه هي عباره عن محافظات خاويه على عروشها، لا يوجد فيها امن ولا يوجد فيها بناء ولا يوجد فيها اعمار، وما بالك بهذه المدن التي مستهدفة لأسباب أيضا أنه يعني طائفيا، يعني لا نقول شيعة وسنة، ولكن هذه المدن مستهدفة طائفيا لتدميرها وتغيير التركيب الديمقراطية فيها والسيطرة والهيمنة على كل المرافق المحافظة فيها من قبل الميليشيات والمتنفذين في هذه الحكومة بين هلالين إذا كانت هنالك حكومة في هذا البلد، لأن الحكومة والميليشيات تتبادل الأدوار فيما بينها. طيب أستاذ جبار، مع افتقاد الأمن واستمرار الميليشيات في ترويع الأهالي في تلك المدن على رأسها طبعا محافظة نينوى، ولكن هناك دعاية تبثها الحكومة موجهة للغرب والمجتمع الدولي بأن يعني إعادة الإعمار تجري هناك في محافظة نينوى من أجل إعادة النازحين إلى مناطقهم، كيف يمكن الرد على هذه الأقاويل؟ حتى هذا اليوم هنالك آلاف النازحين سواء كانوا داخل المحافظة أو خارج المحافظة لن يعودوا إلى بيوتهم. بالرغم من أنه أغلب البيوت التي في جانب الأيمن تم يعني تدميرها دمار شامل، ويعني لا زالت الأنقاض وتحت الأنقاض آلاف الشهداء، لحد هذا اليوم لم يتم رفع الأنقاض حتى بدفن رصاص هؤلاء الذين استشهدوا في بداية عام 2014. المسألة أخي الكريم أنه الأمور تسير من سيء إلى أسوأ، ويراد من هذا خاصة المواطن الموصلي أن يكره معيشته ويكره حياته ولا يعود إلى هذه المدينة، لأنه كما في ديالة تم توطين مليون إيراني لحد الآن، يعني منحهم جناشي مجوهرة، وهنالك تقارير يعني تثبت هذا الشيء، وسوف ياتي اليوم الذي يتم الكشف عن الملايين المستوطنين سواء كانوا ايرانيين او هنود او باكستانيين لتغيير التركيبه الديمقراطيه، ليس فقط في المحافظات الشماليه او المحافظات التي اجتاحها داعش، وانما في عموم العراق. الامم المتحده للاسف الشديد، وشاهدنا قبل ايام انه حقيقه، وهذا ربما يكون خارج سؤالك، كيف تم استهداف الشهيد الثاني لآل الوزني علي الوزني الذي تم صيانته بعد ان وجه
الى ممثله الامم المتحده جينين بلاتفار بانها متواطنه مع هذه الميليشيات وتعطي تقارير كاذبه للامم المتحده وللمجتمع الدولي بان هنالك بناء وهنالك اعمار واعاده نازحين ومهجرين، وهذا محض كذب واحتراق. والرجل بعد ان وجه لها هذه الاتهامات الخطيره بعد يومين او اقل من يومين تم فضرك اتحاد السياره وتم استهدافه وقتله بدم بارد. طيب أستاذ جبار، في تطور خطير بلدية الموصل قامت بهدم أكثر من 20 منزل على رؤوس أصحابها وذلك بحجة الاستثمار، ولكن عندما يتكشف الأمر أن هذا الهدم هو لمصلحة بعض الأحزاب المتنفذة، هل يمكن القبول بحجج التطوير والاستثمار في محافظة نينوى؟ أبدا. السيد المحافظ الموصل نجم الجبوري هو ايضا الان على خامه المقالين في هذه المحافظه، لانه بدا يعمل لصالح اهل الموصل، بدا يعني المواطن الموصلي وبدا يشعر بنوع من الامان، والحكومه المحليه بدات يعني تمنع، حتى قبل اسابيع تم ازاحه صور نور المالكي وهادي العامري وزعماء الميليشيات، ولهذا حتى المحافظ نفسه هو مستهدف وليس له لا حول ولا قوه. فالتذرع او التخفي وراء اعاده البناء او ازاحه الاماكن، يعني هذه البيوت اعمارها مئات السنين وهي موجوده في مدينه الموصل، ومدينه الموصل تعتبر من المدن القديمه والاساسيه في العراق، يعني ولايه الموصل مشهوره. هذه الابنيه اذا فعلا هم يريدون تجديدها او ازاحه العشوائيات، هؤلاء الناس يجب ان يعوضوا ببيوت بديله او يعوضوا بمبالغ ماليه او اعطاء قطع اراضي لكي، والا اين يذهبون هؤلاء الناس؟ طيب استاذ جبار، يعني لو افترضنا جدلا ان حجه البلديه صحيحه وهو من اجل الاستثمار، لماذا اذا لم يتم تعويض الاهالي الذين هدمت منازلهم؟ ما السبب في ذلك؟ اخي السبب في ذلك كما اشرت قبل قليل. انه المواطن العراقي بشكل عام والمواطن الموصلي او الانباري او محافظه هجاز، هذه المحافظات المستهدفه بالذات التي تقع بين مفرقه الميليشيات وسندان ايران، وكذلك ايضا من ناحيه ما يحدث الان في 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 مدينه لا يحضرني اسمها الان اللي تحصل فيها مناوشات بين بين البككاء والمواطنين المحليين. هذه هذه المناطق مستهدفه، ويجب يعني لكي يبقى هذا الطريق سالك بين ايران وبين سوريا ولبنان، يجب ان تغير هذه المحافظات، ويتم اذا لم يتم بواسطه الترغيب والتهذيب اجبار اهلها على الامور على قبول الامر الواقع، فسوف يتم يعني يجعلون العيشه في هذه المحافظات مستحيله وغير قابله، هذه المناطق غير قابله للعيش بالنسبه للمواطنين الاصليين، يعني المواطنين الموصليين بداوا ينزحون الى اربيل والى تركيا والى المحافظات الى الدول، يعني بداوا يطلبون اللجوء الانساني لانهم لا يجدون فرصه للعيش في هذه المحافظه التي للاسف الشديد بالرغم من التسريبات ان هنالك حمله على الميليشيات، وان السفيره الامريكيه امرت بحتى يعني السفيره الامريكيه هي الامر الناهج الان في العراق وهي الحاكم الفعلي للعراق، والدليل على ذلك انها امرت الميليشيات نفسها بازاله نصب ابو مهدي المهندس وقاسم قاسم السليماني من طريق المطار، وتم ازالتهم بامر من السفيره الامريكيه وعلى يد الحشد الشعبي نفسه ازالها، يعني هنالك حقيقه هنالك تواطؤ وهنالك تخادم بين المحتل الامريكي والمحتل الايراني، وهذه الاذرع الميليشاويه التي تعمل لصالح العدو الايراني والعدو الامريكي. الانتهاكات وموضوع هدم المنازل يحدث لصالح جهات معينه وفي مدن بعينها، ولكن هل تعتقد ان عمليات هدم المنازل يؤشر لتغيير ديموغرافي خاصة في المناطق المنكوبة أستاذ جبار؟ بالتأكيد أخي الكريم، هذه الممارسات أنا يعني أجزم حتى الكيان الصهيوني، يعني عندما بدأت عصابات الهغانة واشتري في عام 1947
بتهجير الفلسطينيين وتنغيص حياتهم أو إكرامهم بواسطة الترغيب والترهيب شراء أراضيهم وشراء منازلهم. الآن هذا السيناريو يتكرر في العراق بشكل يعني بشكل علني. يعني الميليشيات الإيران الموالية لإيران والموالية للولايات المتحدة الأمريكية أيضا وللكيان الصهيوني تقوم بلعب نفس الدور. ولا ننسى أن هنالك أطماع صهيونية إسرائيلية في كركوك وفي الموصل تحديدا، يعني يراد توطين اليهود في الموصل. فأين يذهب المواطن الموصلي؟ يعني لا بد أن أما يبيع بيته وأما يعيش في المهجر أو ناجحا في مخيمات النزوح التي لا زالت مستمرة إلى يومنا هذا. من محافظة واسط الكاتب والباحث السياسي العراقي جبار الياسري، شكرا جزيلا لكم.